احنا في الفاصل يتكلمون الشباب ومستغربين، فقلت لا تستغربون، ما يقدره الله عز وجل هو الذي يكون. نعم. قالوا الوقف. نعم بالله. شلون ما كمل إلى الآن؟ يعني هم مستغربين انه ما اكتمل إلى الآن. قلت لهم لا تستغربون، هذا قدر الله، الله عز وجل مقدر متى يكتمل الوقف ومن الموفق لدخول هذا الوقف، وكلهم سجل عند الله سبحانه وتعالى ويعلمه الله عز وجل. فالتفكير وشو فيها الآن؟ الآن الباقي شيء بسيط، الحمد لله يا ربي لك الحمد. والبارح نزلت يعني رواتب أو قبل البارح المتقاعدين، فهل هناك من المتقاعدين من يسمعنا الآن لم يتصدق إلى الآن؟ ترى يقول إذا ما تصدقت يعني أعتقد أنك إلى الآن ما وفقت في هالمجال هذا. ليه؟ لأن هذه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدري والله لربما ريال واحد يكون سبب في صحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله شرف عظيم. لو قلت بتصاحب الشيخ بن باز طرت من الفرحة، لو قلت بتصاحب عمر بن الخطاب بعد يمكن تموت من الفرحة، أبو بكر الصديق، لا نحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. لذلك نحرص جميعا على أن يعني نقي أنفسنا يعني كل شر ونستجلب كل خير. الآن مع هالحر الشديد أيضا في ميزة أخرى غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل مع أن اليوم غيوم، اليوم الغيوم يوم جيت سبحان الله انتعشنا شوي، اليوم الغيوم حسستنا حتى براحة نفسية سبحان الله كذا. فيوم القيامة أنت تحتاج إلى ظل يظلك، والصدقة هي ظل لك يوم القيامة. يعني أعتقد أنه اللي ما برمجها إلى الآن أعتقد أنه يعني لم يوفق حقيقة. إحنا ما نقول ادفع 5000 10000، لا، لو ريال واحد يا جماعة خير بس ادخلوا في هالخير، ادخلوا في هالبركة، ادخلوا لعل الله عز وجل أن يجعل هذا التبرع سبب في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب أن تستظل، وسبب في رفعتك في الدنيا وفي الآخرة. فأنا ودي الحقيقة أنا يعني هالكلام اللي قلته أبغى رأي الجميع فيه. شو تقول أبو نايف؟ كلامك اللي تقوله هو حسين، هو عين الصواب عين الحقيقة. نعم. يا سلام. نعم. يا سلام. وأبو زياد؟ أقول لو جيت من مكان أنت ومجلس وطلعت قالوا نبي نسجل أسماء اللي بي مثلاً بيروحون للمكان الفلاني أو يوافقون على الحاجة دي، وأنت ما سجلت اسمه، وطلع الشخص اللي بيوديكم وجاهم مبالغ وجاهم جائزة، هل اللي سجلت تقول أنت يا ليتي سجلت اسمك؟ أنا أقول سجل اسمك بالوقف لو بريال. يا سلام. مثل اللي يجي ليوم الجمعة يجي قبل الخطيب، لأن الملائكة تسجل الأسامي مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ذكر. فدائما احرص أنك تجي سجل اسمك بأي مبلغ كان، أهم شيء سجل اسمك. أبو محمد سلام. في مثال بس ينضرب بسيط، حين لو قلت لك يا أبو عبد المحسن أن فلان من الوجهاء يبغاك بكرة عنده على مأدبة غدا، شو تقول؟ ها؟ الله يعلم. ما أنت ماكل لا غدا اليوم ولا أنت متعشي، كان عندك دارية، ليش؟ قلت على أساس أنه على الأقل واكل خفيف لين بكرة أجوع نفسي عشان أكل عندي إيش؟ أرجع. لكن أنا أقول لك أنت مدعو إلى التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى يقول لك وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما تنفقه من شيء، فأنت مدعو إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وأن الله يغفر لك، ولن تنال البر، لن تنال الخير حتى تنفق مما تحب، كما أنك تجيب دعوة من تحب في الدنيا، فأنفق مما تحب حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير أبو محمد. أقول دائما سبحان الله، نقول أول شيء جزاهم الله خير من بدأ، أول واحد من بدأ ووصل الوقف إلى ما وصل إليه، ولكن دائما نقول حسن الختام الأمور في خواتيمها، وهذا هو الآن إحنا في ربما خواتيم هذا الوقف، وإذا قلنا السابقون
فنحن اللاحقون لذلك. فهذه فرصتنا، ربما الوقف إن شاء الله أسبوع وينتهي بحول الله، فهذه الآن فرصتنا ما دام نزلت الرواتب مثل ما قال أبو عبد المحسن، لو بريال لكن نقول 50 ريال إن شاء الله، ما هي بالعكس ستنمي الراتب القادم، وربما تستفيد وتنزل البركة في راتبك القادم بإذن الله. الله يسعدكم محمد. أبو عمر، ذكرت موقف نبوي يسأل الصحابة قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، فقالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أبقيت. المالك الحقيقي هو الذي تقدمه في أي سبيل من سبل الخير، وما أجمل أن ينفق الإنسان في الوقف. أنا أقول اجعل لك في كل وقف يعني تسمع به أو كل وقف يعرض عليك اجعل لك فيه سهم، ترى خير يبقى لك في حياتك وبعد مماتك. أسأل الله يتقبل منكم. آمين. أبو محمد، أن ما تنفق على الأيتام في وقف الوداد أو في أي وقف على الأيتام أن ثمنه مرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، الله يسعدكم. يعني هي دعوة من هنا من مجلس الأجاويد، ليست لمصلحتنا أو ستنعكس علينا في الدنيا، حنا انعكاسها نسأل الله عز وجل أن يتقبله سيكون في الآخرة. ونريد لكم الخير، نحب لكم الخير مثل ما نحب لأنفسنا، فدائما نذكركم حتى تنطلقون معنا ولا يفوتكم هذا الخير. فربما يوم القيامة تقول يا ليتني سمعت ونفذت. احنا ما نبغى تقول هالكلام، نبغى تقول الحمد لله أنني بذلت وأعطيت وأصبحت برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يسعد الجميع وأن يبارك في الجميع. الليلة بتنزل رواتب الموظفين، لا تنسون أنفسكم، مو بالوقف، لا تنسون أنفسكم من التبرع واحتسابه عند الله عز وجل. أسأل الله أن يسعد الجميع يا ربي. يلا، سرية ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.